حتى يتبين لهم أنه الحق. يقول السائل: سمع شبهة على الإنترنت، وهذه كل الملحدين يرددونها بلا استثناء. أول شبهة تسمعها منهم اعتبارا من كبيرهم ريتشارد دوكنز في بريطانيا، كبير الملحدين هناك، يقول: هناك آلاف الديانات على وجه الأرض، هناك من يعبد البقر، هناك معبد للفئران في الهند رأيتموه على الإنترنت أظن، هناك من يعبد الصخر، هناك من ديانات عجيبة غريبة في الهند وفي الصين وفي أفريقيا وفي مناطق. طيب، ما الذي يجعلني أعتقد أن الإسلام هو الدين الحق وأن الله هو الإله الحقيقي لهذا الكون، هو خالق الكون؟ طيب، ألا يحتمل أن يكون هناك ديانة أخرى أفضل أو الحق معهم ونحن لا ندري؟ أيها الأحبة، هذه 4000 ديانة أي واحد يطلع عليها من عنوانها يرفضهم. قبل أن تدخل في التفاصيل، أولا طبعا مع الاحترام لكل الطوائف والمذاهب والعقائد، نحن تعرفون منهجي، أنا لا أحب أن أنتقد عقيدة أحد أو مذهب أحد، نحب أن نظهر الحقائق الموجودة في القرآن. ولكن إذا أردنا أن نقارن القرآن بالكتب الأخرى، نأخذ على سبيل المثال الكتاب المقدس، العنوان العريض متناقض. عندما نسأل كم إله يوجد يقول لك إله واحد، جميل. هل المسيح إله؟ يقول نعم. هل الله إله؟ يقول نعم. طيب، ما هذا التناقض؟ إذن يدخلك في تناقضات منذ اللحظة الأولى، حتى تصل إلى تقول له من هو النبي، يقول لك الأنبياء هم أفضل البشر. تقرأ أن النبي يزني في الكتاب المقدس، طبعا محرف. طيب كيف نبي ويزني؟ كيف نبي ويكذب؟ كيف كيف؟ ستجد نفسك تغوص في بحر من المتناقضات. اذهب إلى الديانة البوذية، من بدايتها تجد أنهم يصنعون تمثال، يعتقدون هذا هو الإله أو يمثل الإله، يحملونه ويعبدونه وكذا. اذهب إلى معابد الفئران، يقدسون الفأر ويعتقدون أنه يضر وينفع. يعني كل هذه الديانة، اليهود العنوان العريض لهم يعتقدون أن كل الناس لخدمتهم، يعتقدون اليهود طبعا في كتبهم يعتقدون أن اليهودية أو اليهودي هو سيد العالم، وكل البشر خلقوا لخدمته ويجب أن يعملوا تحت إشرافه. فتجد العنصرية تظهر في أول لحظة، ترفض اليهودية أنت بفطرتك. عندما تأتي للقرآن، أول شيء تجد في القرآن الكريم أن الله تبارك وتعالى يأمرك بالتدبر والمقارنة. الآية التي قلناها قبل قليل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القرآن كتاب حوار، يأمرك بالحوار بالمناقشة، لا يقبل منك الدين إلا إذا لم تقتنع به. على فكرة، في الإسلام لا يوجد إرهاب فكري كما يصور البعض. أي آية قرآنية إذا لم تقتنع بها ولم تقتنع يقينا أن الله موجود وأن النار موجودة وأن الجنة موجودة، لا يقبل منك الإيمان. يجب أن تصل إلى درجة اليقين. يوقنون، كما ذكرت كلمة يوقنون كثيرا. طيب، القرآن 6236 آية، لا توجد آية تناقض الأخرى، ولا توجد آية تناقض حقيقة علمية، ولا توجد كلمة محرفة في القرآن. يعني هذه ميزات لا تجدها في أي كتاب على وجه الأرض. مخطوطات الإنجيل بعشرات الآلاف، لا توجد مخطوطة تطابق الأخرى بنسبة 100%. بينما القرآن الكريم منذ، يعني أقدم مخطوطة موجودة تحدثنا عنها في جامعة برمنغهام، ودرسها عالم اللاهوت ديفيد بروفيسور، وباستخدام الكربون المشع استخدم معجل جامعة أكسفورد، وأكد هذا الباحث. طبعا الملحدون رفضوا كلامه
مع العلم أنهم يتبجحون بحبهم للعلم، ولكن المعلومة عندما لا تأتي على مزاجهم يرفضونها. يقول هذا الباحث ديفيد: ثبت يقينا أن هذه المخطوطة تطابق القرآن الحالي بصورة مذهلة. هذا رقم واحد. رقم اثنان: الذي كتب هذه المخطوطة رجل عاصر النبي أو أنها كتبت في حياته، والمخطوطة فيها جزء جميل من سورة طه. طيب، أنا عندما أرى هذا الدين يناسب فطرتي، ليس فيه تناقض، ليس فيه تحريف، أرى بأن الله يخبرني إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، أخبرني أن هذا القرآن محفوظ برعاية الله سبحانه وتعالى، أخبرني أن كل ما يضرني حرام، حرم علي كل ما يضرني، أحل لي كل ما ينفعني، الخمر محرم لأنه يسبب 7 أنواع من السرطان حسب المجلة الطبية البريطانية في بحث تحدثنا عنه، الميسر والقمار حرام، جامعة ماريلاند أجرت دراسة وأكدت أن الميسر أو القمار يحدث أثرا مدمرا على الدماغ يشبه أثر المخدرات، الزنا حرام، تحدثنا عن آخر دراسة إحصائية تقول في أمريكا ثلث الشعب الأمريكي مصاب بأمراض منقولة جنسيا بسبب ماذا؟ بسبب إباحة الجنس وعدم تحريم الزنا. طيب، عندما أنا أرى دين بهذه المواصفات، والله أنا من مصلحتي أن أتبع هذا الدين، أنا مصلحتي الشخصية أن أتبع هذا الدين، دين يضمن لي السعادة، دين يقتص من الظالم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، دين يقول لي فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن حتى الشوكة إذا دخلت في يد المؤمن يؤجر عليها، كل ألم تتألمه تؤجر عليه، كل لحظة تعيشها فيها مأساة تؤجر عليها، كل ذرة لو عملت مثقال ذرة إذا مسحت على رأس يتيم لك بكل شعرة حسنة، إذا أطعمت فقير نصف تمرة يمكن أن تنقذك من النار، اتقوا النار ولو بشق تمرة، نصف تمرة يمكن أن تنقذك من النار، كلمة طيبة يمكن أن ترفعك إلى الجنة. هذا الدين يناسبني، يعني أنا كإنسان أحب مصلحتي، لنقول ذلك، أنا من مصلحتي أن أتبع هذا الدين في الدنيا، أتبع هذا الدين لأنه يضمن لي السعادة، ولحظة الموت تتلقاني الملائكة وأكون في جنات النعيم، ويوم القيامة أنظر إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، ماذا أريد أكثر من ذلك؟ تقول لي اذهب وادرس بقية الديانات، لم نجد فيها شيئا، التحريف والخزعبلات وكلام غير منطقي وتقودك للهاوية. إذن أيها الأحبة، نحن اخترنا الإسلام عن قناعة، عن دراسة، ولأنه يحقق مصلحتك في الدنيا والآخرة، والله سبحانه وتعالى ليس بحاجة لعبادتنا، ليس بحاجة، يعني لا ينتفع، الله ليس بحاجة لمخلوق من مخلوقاته أن يعبده، لن يزيد ذلك في ملكه شيئا، نحن من يحتاج هذه العبادة، نحن من نحتاج هذه الصلاة. لماذا؟ لأننا نفيد أنفسنا. مجلة هندسية متخصصة بالأبحاث الهندسية قامت بدراسة عن حركات الصلاة على الطريقة الإسلامية، إذا أداها المؤمن بحقها، يعني 5 صلوات في أوقاتها، عملوا برنامج كمبيوتر محاكاة لحركات العظام والعمود الفقري والفقرات والمفاصل وكذا، قالوا بالحرف الواحد، وهذه دراسة أمريكية ومجلة غير إسلامية أيها الأحبة، انتبهوا، تقول إن الصلاة على الطريقة الإسلامية إذا طبقها الإنسان يمكن أن تكون علاجا ووقاية من آلام الظهر والعمود الفقري والديسك والانقراص الفقرات وغير ذلك. طيب يا أخي، الله يفرض عليك ما يحقق مصلحتك، لماذا ترفض هذا الدين؟ تذهب إلى خزعبلات؟ إذن أيها الأحبة، هذا باختصار ردي على من يقول لماذا اخترنا الإسلام من بين 4000 ديانة، مع العلم أن الإسلام لا يعترف، أو أن القرآن يعترف بديانة واحدة فقط، إن الدين عند الله الإسلام، هذه ديانات وهمية اخترعها البشر، حتى المسيح كان مسلما.
آدم كان مسلما، نوح كان مسلما، إبراهيم كان مسلما، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين.